أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. المجلس المحلي في مدينة عزاز يصدر اللائحة الشهرية الجديدة لأسعار شرائح الكهرباء لشهر حزيران الجاري، محدداً سعر الشريحة المنزلية ب 2.80 ليرة تركية والشريحة التجارية الصناعية ب 3.20 ليرة تركية. خروج مظاهرة في مدينة إدلب تطالب برحيل أبو محمد الجولاني وحال جهاز الأمن العام والإفراج عن المعتقلين. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدين اعتقال سلطة الأسد لسيدتين وطفلين من أهالي بلدة كناكر بريف دمشق أثناء تلقيهم العلاج في أحد المراكز الطبية في منطقة مساكن برزة في مدينة دمشق. قصد تعتقل 3 شبان على حاجز جمة بريف دير الزور الشرقي وتسوقهم لمعسكرات تجنيد حسب مراسل حلب اليوم. مسؤول أردني يعلن إحباط أكبر عملية تهريب للمخدرات منذ عدة سنوات عند معبر حدودي مع السعودية قادمة من شبكات للتهريب في سوريا مرتبطة بإيران. إلغاء المؤتمر الصحفي للكادر الفني لمنتخب سلطة الأسد والكادر الفني للمنتخب الكوري بسبب عدم حضور أي صحفي أو إعلامي للتغطية في مدينة فيتنيان بدولة لاوس الديمقراطية الشعبية.